السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في محاضرة اليوم هنتكلم عن المونتو كارلو سيميليشن. طبعا احنا اتكلمنا عن الام دي سيميليشن وقلنا بعض الانواع الام دي. هنا هنعرف يعني ايه مونتو كارلو سيميليشن وهنستخدم الاسامبشن اندكيتور. ده طبعا مديول موجود في امبيريال ستوديو. احنا قلنا الجيومتري اوبتمايزيشن والميكرو دايناميك سيميليشن موجوده في الفورسايت، لكن هنا الابسوربشن لوكيتور قايم على المونتو كارلو سيميليشن. في المونتو كارلو سيميليشن ايضا بنستخدم الفورس فيلز، والفورس فيلز اللي موجوده في الابسوربشن لوكيتور هي نفسها اللي موجوده في الميكرو ميكانكس اللي هي الام دي سيميليشن، لان المونتو كارلو سيميليشن ايضا ميكرو ميكانكس، فبنحسب الانرجي عن طريق استخدام الفورس فيلز. طيب احنا في المحاضرات اللي فاتت كنا بنتكلم عن الابسوربشن سواء كان لجازز او ادسوربيت او اورجانيك مولكيول على سيرفيس او سبستريت. سيرفيس ممكن يكون ميتال اوكسايد، اي ماتيريال يعني عموما او ميتال. فاحنا شفنا ادسوربشن لجاز او قلنا اورجانيك مولكيول، حسبنا البايندنج انرجي انتر اكشن انرجي سواء كان بجيومتري اوبتمايزيشن او بي الام دي سيميليشن. خدنا المثال ده اللي هو الانتر اكشن لكلوروفينول على تيتانيوم دايوكسيد ترايل فيز. درسنا الانتر اكشن هنا باستخدام الكوينش دايناميك سيميليشن، وكان السبستريت ده عباره عن 2D. المونتو كارلو سيميليشن مهم جدا وهيوفر لي وقت كبير. ليه؟ لان في الجيومتري اوبتمايزيشن لما احب ادرس الانتر اكشن انرجي او البايندنج انرجي لموليكيول زي ده، انا لازم اعمل العديد من المحاولات او الاحتمالات لتواجد الادسوربيت ده على السيرفس. يعني بعمل انيشال ستراكشرز كتيره باتجاهات مختلفه، مره في وضع مثلا زي كده، مره عمودي، مره الاو تحت، مره الاو فوق، مره الكلور مثلا تحت مره فوق. بعمل محاولات عديده واعمل في كل محاوله اوبتمايزيشن، ويبقى طبعا نتيجه الاوبتمايزيشن ده بيبقى لوست انرجي ستراكشر، وابدا بقى يبقى عندي العديد من اللوست انرجي ستراكشرز، اشوف اقل واحد فيهم في الطاقه، وده الكومبلكس اللي بحسب له البايندنج انرجي، او الكومبلكس اللي هو التوتال انرجي اللي انا هاخدها في حساب البايندنج انرجي. لما اتعلمنا الام دي سيميليشن خلاص قلنا برضو ايه، ان احنا نحط مثلا الموليكول ونعمل سيميليشن عند تمبريتشر معينه بحيث ان يعمل لي سيرشنج كويس لللوس انرجي استراكشر. وشفنا الكوينش دايناميك سيميليشن، وفي انيلينج برضه دايناميك سيميليشن، بس ده ما ده ايه مش منهوش، لكن هندي فكره عنه بس هنا في المونتو كارلو، لان في الابسوربشن ديكيتور بيستخدم الانيلينج سيميليشن. ده تكنيك في التحكم في التمبريتشر زي ما هنشوف. ميزه المونتو كارلو سيميليشن انه هو بيقوم بالمحاولات اللي انت كنت هتعملها دي، فانا مش مضطر ان انا اخد الموليكول ده واحطه على السيرفس بايدي. انا في الام دي او الجيومتري اوبتمايزيشن انا كنت برسمه في فايل لوحده وبعد كده اعمل له كاب وبيست واحطه مثلا على السيرفس. في المونتو كارلو سيميليشن او في الابسوربشن لوكيتور ما بعملش الخطوه دي، انا بس زي ما هنشوف بقول له اعمل لي ابسوربشن ل1 موليكول مثلا من الفينول او 2 او 3 على السيرفيس ده، فهو يعمل المحاولات العديده اللي احنا كنا بنقعد نعملها مانوال، وفي الاخر في وقت قليل يديك اللوست انرجي ستراكشر، وكمان اذر كونفورمرز يكون اعلى في الانرجي من اللوست 1. وانت ممكن تحدد انا عايز كام كونفورمرز تاني، 10 20 زي ما انت عايز او زي ما هيطلع معايا. Theory in absorption locator. Absorption locator simulates a substrate loaded substrate in our surface loaded with an adsorbate. ممكن adsorbate واحد or an adsorbate mixture. Mixture ممكن يبقى adsorbate ده مع solvent اللي هو الووتر، او adsorbate ده مثلا مع adsorbate تاني او تالت او رابع، اي عدد. الموضوع open بحيث ان انت تشوف السلكتيفيتي للسبستريت او السيرفيس ده انهي ادسوربيت. Allowing you to find low energy absorption sites، زي ما احنا عارفين ان هو هيوجد لي low energy absorption sites on both periodic and non-periodic substrates. يعني ده بيستخدم سواء كان سيستم عند periodic او non-periodic. يعني ممكن استخدم مثلا بوليمر كده مش periodic واشوف الادسوربشن عليه، او اي موليكول ادسوربشن عليه. ممكن ايضا نستخدم مثلا في زي الكربون نانو تيوب لما كنا عندي سنجل نانو تيوب من غير بريودك وايضا ببريودك. يعني العمليه كده اوبن ينفع لجميع الايه السيستمز. اور تو انفستيجيت ذا بريفنشال ادسوربشن اوف ا ميكشر اوف ادسوربيت بروبوننتس، زي ما قلنا كده ان هو يشوف الايه زي سلكتيفيتي او هل ده كان بي ادسوربت اور نوت بريفنشال اور نوت. بوسيبل ادسوربشن كونفيجريشنز، يعني بيديك اكتر من كونفيجريشن ايدنتيفايد باي كارينج اوت مونتو كارلو سيرش.
يبقى عملية الفايندنج أكتر من كونفجريشن، ده بيبقى عن طريق المونتو كارلو سيرش of the configurational space of a substrate at sorbate system as the temperature is slowly decreased according to simulated annealing method. هنشوف برضو الميثود دي بيساعدني ان هو يعمل سيرش كويس على الجلوبال. المونتو كارلو بيعمل سيرش للعديد من اللوكال مينيمم، لكن لما استخدم السيميوليتد انيلينج ميثود دي علشان اقدر اصل للجلوبال. مونتو كارلو منين ده جاي منين؟ ده طبعا جاي من الريجون مونتو كارلو، دي موجوده في موناكو، دي كانت مشهوره بعمليه الايه القمار اللي هو الكامبري. علشان كده احنا كنا واخدين شكل الدايس في اول سلايد اللي هي دي اللي بتستخدم في الجامبري. فيكون السيستم عندي بيبقى ليه كوردينيت معينه اهي اكس واي زي، لها بوزيشن، كل الاتومز لها بوزيشن. فالمونتو كارلو سيميوليشن بيبقى عنده كده الجوريزم بيعمل جنريت لي نمبر، ده مجرد نمبر، بحيث ان هو يدخل في كويشن معينه في البوزيشن فيغير البوزيشن الاكس والواي والزي للاتومز. فتغيير هنا الاتوم عن طريق الايه النمبر اللي هو جنريتد باي الالجوريزم بيبقى عشوائي. عشان كده الدايس برمي الدايس بيديني نمبر اي رقم عشوائي بيستخدم في البوزيشنز بتاع الاتومز الموجوده يحرك الايه الاتومز. لما يحرك الاتومز بتاخد نيو بوزيشن، ده نيو بوزيشن الاتومز اللي كانت موجوده هنا، والاتوم النيو بوزيشن ده بنيو انرجي. هنا طبعا الانرجي كان انرجي وهنا اصبح نيو انرجي. الانرجي هنا زي ما قلنا بتحصل بالفورس فيلد زي الداينامكس او زي الجيومتري اوبتمايزيشن، لان احنا ما زلنا في الميكانكس. يبقى حساب الانرجي في الفورس فيلد لو انت شغال الميكانكس، يبقى انا كده وصلت لنيو بوزيشن. طبعا في الام دي سيميوليشن كان التحريك ده بناء على نيوتنز لو، والام دي فانكشن في التايم، ان انت بتعمل انيشال فيلوسيتي معينه وبعد كده باستخدام النيوتن لو يبدا السيستم ايه يتحرك. لكن هنا حركه اتومز اللي موجوده في المونتو كارلو ثرو الدايس دي، ان انا عندي الالجوريزم بيعمل جنريت نمبر، ونمبر بيستخدم في تحريك الايه البوزيشن. يبقى عندي برضو في مونتو كارلو سيميليشن ده ستيبس، هناك ايضا في الام دي كان ايضا ستيبس بيحركها التايم، هنا عندي برضو ستيبس بيحركها الايه جنريتد نمبر. النيو بوزيشن ده في بعد كده الالجوريزم بقى هنشوفه تاني يقدر يقول لي طب النيو بوزيشن ده از اوكي يس اور نو، هل انا كونفيرم النيو بوزيشن ده بالنيو انرجي ولا لا؟ تبقى في كاراتيريا هنشوف، يعني مثلا لو هو لو في الانرجي هيبقى اكسبتد يس، بعد كده هعمل ثرو لدايس وابدا نفس العمليه اتحرك تاني لغايه ما اصل انذر كونفجريشن ويز لاور انرجي، فبالتالي السيستم بتاعي هيمشي في اللاور انرجي. طيب لو هو هاير انرجي ممكن اقول نو يس طبقا للالجوريزم اللي جاي، يعني مش كل الهاير هيبقى ريجكتد، في بعض الهاير هيبقى اكسبتد. وهنعرف اكسبتد ليه، علشان يقدر يبقى مثلا لو انا عندي بارير بتوين تو من لوكال مينيمم يقدر يعمل كروس للبارير ده ويروح للاذر مينيمم، لان انا عندي الهاي بيكون بارير في البوتنشال انرجي سيرفيس، فانا عايز اعمل كروس ايضا للهاي انرجي عشان اقدر اروح لانذر لوكال مينيمم. لو انا ماشي بس في اللو انرجي يبقى السيميوليشن هيبقى ended باللوكال مينيمم اللي هو قريب للانيشال استراكشر. يبقى اذا لو الكونفيجريشن بلور انرجي هيكون اكسبتد، قلنا لو هاير انرجي زي ما نشوف كان بي اكسبتد اور نوت، اف نوت اكسبتد فبنرجع تاني للبوزيشن ده يبقى ده مش هيبقى اكسبتد، وثرو دايس اجين تريت نمبر اجين ونشوف النيو كونفيجريشن هيكون اقل ولا لا، ويبقى باس ولا لا. يبقى لمشاهدة الفيديو بالكامل لازم تكون متصل في القناة. بعد الانتساب هتروح لقوائم المشاهدة اللي هي البلاي ليستس، هتروح لمقرر الميكرو ميكانكس اللي هو MMO1. اللاين الجرين ده واللي تحت منه ده الاكسبتنس للهاي انرجي اللي هي الفي 2، اما اللي فوق اللاين فده ريجكشن للفي 2 اللي هو الانرجي بتاع السيستم العالية اللي هي 2. هنا هتظهر معايا أهمية المونت كارلو سيميليشن. طبعا ده بوتنشال انرجي سيرفيس، يبقى ده المثال اللي كان معانا في الكونش، فاحنا كده هنعمله بالادسوربشن كده. ده روتايل اللي هو تيتانيوم دايوكسيد، ده كريستال ستراكشر. هنعمل بقى بيلد للسيرفيس، هنعمل كليف سيرفيس اللي هو موليكول، ده حاجه بسيطه يعني. احنا قلنا ان في سيميوليتد انيلينج 3 سايكل، فهو بيعمل كولينج وهيت. لو احنا جينا هنا في ستوب
جوب كده كومبليتد، وبيظهر معايا بالتيبل ده اللي هو الستادي تيبل، بيبقى هنا موجود ده ناحية التيتانيوم اهو، ده الكلور ناحية الايه التيتانيوم، ده انتر اكشن. هنقول ده الانتر اكشن الكام. وبكده يبقى وصلنا لنهاية المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.